أقامت حملة كلنا معاك من أجل مصر مؤتمرا عماليا في الجيزة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال المؤتمر الذي أقيم في مقر شركة الحديد والصلب عبر العمال عن تأييدهم للرئيس استكمالا لمشروعات التنمية وتمكين الشباب. دي بداية الحملة الرسمية لانتخابات سيادة الرئيس، فشرفنا لشركة الحديد والصلب من ثقل ومعاني وأمن قومي مصري أن تكون أول مؤتمر في الدعاية الانتخابية على أرض شركة الحديد والصلب المصرية. فخرا وإعزازا واستكمالا لمسيرته الوطنية الذي يمثلها الرئيس عبد الفتاح السيسي. لازم مش القضايا المؤتمرات ولكن القضايا الصناديق. فهيكون دعوة صادقة الناس كلها تنزل اليوم، لما لأن دي مرحلة فارقة في تاريخ مصر. ولما لها أهمية في مشاريع التنمية، استكمال مشاريع التنمية في المرحلة الأولى لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مؤتمر للحملة للعمال، أو مؤتمر من أول عمالي للحملة، من أول ما انطلقت الحملة. الحملة دي كانت جمعية كلنا معاك، وبعد كده إحنا اشتغلنا حملة كلنا معاك من شهر واحد اللي فات، وده أول مؤتمر عمالي. وطبعا ما كانش ينفع نعمل أول مؤتمر عمالي إلا في الصرح ده، صرح الحديد والصلب. هي الشركة الأم لإنتاج الحديد في مصر، وزي ما أنت حضرتك شايفة إن الحملة بتهدف إن هي تعمل مؤتمراتها على قطاع الشعب كله، العمال، المثقفين، الطلبة، كل إحنا كل أسبوع بنعمل مؤتمر. يعني كان في عندنا مؤتمر من أسبوع للقبائل العربية، مؤتمر للريف المصري، مؤتمر للمعاقين، ودي مؤتمر العمال الأول لحملة كلنا معاك. من المؤتمر النهاردة إن إحنا أول حاجة نحس العمال على العمل عشان يقدروا يساعدوا مع الرئيس في بناء الدولة. تاني حاجة بنحسهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2018 وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي. المرحلة اللي احنا فيها دي ما ينفعش فيها للرئيس عبد الفتاح السيسي. ليه؟ احنا جربنا كتير وشفنا كتير، بس هنا الراجل بيشتغل بإخلاص وبجد ولف البلاد كلها لمصلحة الشركة ومصلحة الشركة جزء من البلد. انا عاوز المرحله ديت وعمال الحديد والصلب وكل الناس المتكاتفه معانا ديت تشوف فضل عبد الفتاح السيسي على الشركات وعلى الشباب.